انا بقى الحاجات اللي بتجلب الطاقة الإيجابية وتبعد الطاقة السلبية هلا زي ايه؟ اول شيء الاشياء، ما في حاجه هي اللي بتجلب وهي اللي بتبعد، في طريقه تفكيري، في اسلوبي، في نفسيتي، هيدا بالدرجه الاولى. يعني انت ممكن تكوني انسانه نكديه، سوري بعيد من وجهي، فيك تكوني انسانه كلك هايبر وكلك نشاط وكلك ايجابيه، قد ايه انت بتكوني عندك سلام، قد ايه بتكوني قريبه لربنا، قد ايه بيكون عندك حب لغيرك، قد ايه بيكون عندك تسامح، قد ايه بتكوني متصالحه مع حالك لحتى تكوني، كن ايجابيا تبقى نقيا. الانسان الايجابي بتحسي شكله، وجهه، شعره، طاقته، هضامته، الناس كلها بتحبه، هيدا هو الانسان الايجابي. طب ده بالنسبه متسامح. للعامل النفسي. طيب العامل بقى اللي هو العضوي، سواء الاكل او التعامل مع البشره من مية الخارج، بالمية مية بالمية ده بنقدر ازاي نتجنبه؟ هيدا اذا اكلنا الاشياء لحد ما طبيعيه، نحن ما عم نقول نترك كل شيء مصنع ونترك كل نترك سوري كل هيدا التطور لنرجع للطبيعه لايام زمان، لا يعني بس نحن نداري شوي باكلنا، نخفف يعني شو الاشياء اهملنا اللي شويه اهملنا الطبيعه. كثير اشياء. اول شيء اليوم الستات ما بتطبخ كثير بالبيت، الاولاد كثير معوده تاكل فاست فود، يعني بتقول لك انه انا ابني ما بحبه، ابني ما بياكل كذا، وابني عاوز كذا، وابني انت ابنك على ما تربيه وزوجك على ما تعوديه، مزبوط ولا لا؟ صح. يعني ابنك ازاي حيطلب البطاطس المقليه دائما، وازاي حيطلب الشوكولا اللي ما بعرف بالدور، طب ما لو ما انت طعميتيه اياها مره واثنين زي ما وثلاثه. اتعود على البومفريت يتعود على الخضار والفاكهه. بالظبط بالظبط. طيب